جرى اليوم الخميس بإقليم نواصر الدار البيضاء تدشين مركز عالمي للخبرة الصناعية متخصص في تصنيع القطع المعدنية عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد تابع لمجموعة طاليس الفرنسية. ويعد هذا المركز الذي أشرف السيد مولاي حفيد العالمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على تدشينه بحضور مدير المجموعة بالمغرب مشروعا تنمويا للمجموعة، حيث يراهن عليه في أن يصبح منصة لتلبية الاحتياجات الدولية للمجموعة وزبنائها. وتم إنجاز مركز الخبرة الصناعية المحدث بمنطقة ميد بارك بالدار البيضاء في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 على مساحة تبلغ 1000 متر مربع، حيث سيشغل على المدى البعيد نحو 20 مهندسا وتقنيا. وجرى تجهيز المركز حاليا باثنين من الآلات التكنولوجية الخاصة بالانصهار الانتقائي بواسطة الليزر في أفق تعزيزها على المدى المتوسط باقتناء 8 آلات إضافية. وسيستخدم المركز في إنتاج السلاسل الأولى لمادتي الألمنيوم والتيتانيوم اللتين تستخدمان عادة في مجال صناعة الطيران. وسيستخدم المركز في إنتاج السلاسل الأولى لمادتي الألمنيوم والتيتانيوم اللتين تستخدمان عادة في مجال صناعة الطيران.